زي ما احنا قلنا ان كل الفرق الموجوده فرق كبيره ابطال. نتمنى ان شاء الله، احنا ما حلفناش التوفيق السنه اللي فاتت ان احنا ناخد البطوله، لكن نادي الزمالك على طول نادي كبير. السنه اللي فاتت سيمي فاينال الكونفدراليه، السنه اللي فاتت الفاينال، ان شاء الله السنه دي نحقق البطوله بدعم مجلس الاداره وجمهور نادي الزمالك اللي في ظهرنا على طول. ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نحقق لهم البطوله باذن الله السنه دي. كل البطولات فيها صعوبات، بس انت فريق بطل ما بيهمكش اي حاجه، بتلعب قدام اي حد. الفريق البطل ما بيبصش على المنافس، بتحترم كل المنافسين، مش ان انت مصنف اول يبقى مش هتحترم المصنف الرابع. كل الماتشات بثلاث نقط زي ما بنقول في دوري المجموعات، فان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يقدر من اول مباراه اللي هي هتبقى موجوده على ملعبنا ان شاء الله ان هو يقدر يحقق فيها المكسب، وتبقى هي دي البدايه.